اعطه اهو، ادي قاعدة الدالة عندنا هي. لو كان ص بتساوي دال س يبقى احنا عارفين مشتقاتها اللي هي دال ص دال س، او دال شرطة س بتساوي ص شرطة. لو ص دي بتساوي الف يعني عدد ثابت يبقى مشتقته بصفر. عارفين احنا الكلام ده، انا براجع عشان لما نيجي نراجع بقى يبقى احنا خدنا كل حاجة في التفاضل. ص بتساوي الف س اس ن، زي ما انت عارف بننزل الاس وناقص الاس واحد، يبقى الف ن س اس ن ناقص واحد. لو انا عندي مشتقة مجموع دالتين، نشتق الدالة الاولى زائد مشتقة الدالة التانية. طبعا دي صور قياسية كلها. لو ص دالة في س في ر س، يعني دالة في دالة، عارفين القاعدة، الاولى زي ما انت عارف في مشتقة التانية، الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. لو دالة على دالة، طبعا احنا عارفين المقام في مشتقة البسط اهو، ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. طيب لو قوس مرفوع له أس، يبقى نشتق القوس وما نشتق من داخل القوس اهو، نشتق القوس وما نشتق ما بداخل القوس، يبقى ن د س أس ن ناقص واحد في د شرطة س. لو جذر تربيع مشتقته واحد على اتنين في الجذر في مشتقة الدالة اللي تحت الجذر، اهي د شرطة س على اتنين جذر د س. طيب حاجة تانية، الاتصال. عشان تبقى الدالة متصلة عند س بتساوي أ يبقى لابد إن قيمة الدالة عند س بتساوي اللي هي د أ بتساوي نهاية د س لما س تقول لأ. لو الدالة معرفة على فترتين بجيب النهاية اليمنى لازم تساوي النهاية اليسرى بتساوي قيمة الدالة. ده شروط اتصال الدالة عند نقطة. الاشتقاق عند س بتساوي أ، بجيب طبعا على أساس إن الدالة معرفة على فترتين، المشتقة اليمنى عندما س أكبر من أ يبقى دال شرطة أ من جهة اليمين نهاية دال أ زائد ه ناقص دال أ على ه لما ه تقول للإيه؟ للصفر. المشتقة اليسرى بعوض في القاعدة اللي فيها س أصغر من الألف، يبقى دال أ زائد ه ناقص دال أ على ه لما ه تقول للصفر. يعني يقصد إيه؟ افرض عاوز أجيب المشتقة عند س بتساوي 2 والدالة معرفة على يمين الاتنين وعلى يسار الاتنين، أجيب المشتقة اليمنى أو دال شرطة 2 بتساوي نهاية دال 2 زائد ه ناقص دال 2 على ه لما ه تقول للصفر من جهه اليمين. المشتقه اليسرى عوض في القاعده من جهه اليسار دال شرطه 2 او الفتره اللي من جهه اليسار دال 2 زائد ه ناقص دال 2 على ه لما ه تقول للصفر. اذا طلعت المشتقه اليمنى بتساوي المشتقه اليمنى اليسرى كانت الداله قابله للاشتقاق عند س بتساوي ا. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده لو الداله قابله للاشتقاق عند نقطه تبقى متصله عند هذه النقطه. لذلك إذا كانت الدالة غير متصلة عند نقطة يبقى غير قابلة للاشتقاق عند هذه النقطة. طب لو متصلة مش شرط، ممكن تطلع قابلة للاشتقاق ممكن ما تطلعش قابلة للاشتقاق. حاجة تانية، مشتقة الدوال المثلثية. دال س بتساوي ج س، يبقى دال شرطة س بتساوي جتا س. لو دال س بتساوي جتا س يبقى دال شرطة س يعني الجتا مشتقتها سالب جا، اللي فيها ت دائما في الاشتقاق بتطلع فيه سالب. لو دال س بتساوي ظا س يبقى مشتقتها قا تربيع س. دال س بتساوي ظا تا س يبقى مشتقتها سالب قا تربيع س. لو مشتقة قا س يبقى قا س في ظا س، مشتقة قا تا س يبقى سالب قا تا س في ظا تا س. طيب في بقى ملاحظات مهمة جدا. لو كانت جا والزاوية دالة في س، فمشتقة جا الزاوية جتا الزاوية في مشتقة الزاوية. يعني لو قال لك كده دال س مثلا اهو ص بتساوي جتا جا س تربيع زائد واحد، يبقى مشتقتها ص شرطة، مشتقة جا الزاوية جتا الزاوية في مشتقة الزاوية يبقى 2 س. والباقي برضه بنفس الطريقة اهو، جتا س هيبقى مشتقتها هيبقى ناقص ج د الزاوية، الزاوية هنا دالة في س في مشتقة الزاوية، وهكذا. اللي هي هتبقى عندنا بقى الظا والظطا والقا والقتا. طب لو ص بيساوي ج أس ن د س كأنها قوس،
يبقى نون جاء أس نون ناقص واحد دال سين في مشتقة الجاء، هيبقى جتا دال سين في مشتقة الزاوية. يعني في تلات حاجات بشتق القوس اهو، بعد كده هيبقى جاء أس نون دال سين، هيبقى نون جاء أس نون ناقص واحد دال سين، مشتقة الجاء جتا الزاوية اهو في مشتقة الزاوية. يعني أديك مثال اهو، لو صاد بتساوي جا تكعيب 3 س تربيع زائد 1، بعمل 3 حاجات اهو، ص شرطه هنشتق الثلاثه اهو، هيبقى 3 جا تربيع 3 س تربيع زائد 1 في مشتقه جا زاويه جتا الزاويه في مشتقه الزاويه 6 س. ادي ادي خطوة اتنين تلاتة. برضو لو قال لك مثلا اهو ص تساوي ق أس خمسة س تربيع زائد واحد، هيبقى ص شرطة نشتق الأس خمسة ق أس أربعة س تربيع زائد واحد، مشتق الجا زاوية جت ق ق في ظا، يبقى ق الزاوية في ظا الزاوية، يبقى دي خطوة ادي اتنين في اتنين سين وهكذا. تمام كده؟ اه. نيجي بعد كده حاجة تانية.